يقول عندي في العمل غير مسلمين، وش أصنع؟ سهل جدا، تأخذ رسالة الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، هدية. صح، إيه والله تعطيها يا أخي، نحن نعطي المؤلفة قلوبهم أو لا، فتعطيه هدية وتقول يا أخي هذا الإسلام يحثنا على الصدق، على الأمانة، على كذا. لكن بعض الناس يجي للكافر، وعندنا في مركز إسلامي في دولة من الدول، إذا جاء الكافر يبغى يسلم يقول لا انتبه، ترى الإسلام في صلاة كل يوم 5 مرات، وفي زكاة، وفي ختان، إيه، وما في خمر، وما في نساء، هذا يسلم؟ ما يسلم، والله صدق. لابد الداعية يرغب هذا للدخول في الإسلام. والله تدفع أموال، لا إشكال، في إشكال تدفع له مال حتى تدخل في الإسلام، ثم يشرح الله صدره للإسلام، ما في إشكال. إذا قال لك في ختام في الإسلام لابد تختتم، قال من قال لك أنه لازم تختتم؟ مسلم غير مختتن أفضل أو كافر مختتن؟ مرأة سافرة، مرأة مسلمة سافرة أفضل ولا مرأة كافرة محجبة؟ مسلمة سافرة. جاء رجل للضحك بن مزاحم وقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر، يعني ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ حب الخمر. قال له الضحاك رحمه الله، قال أسلم وإن شئت اشرب الخمر. دخل في الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول. قال أنت الآن مسلم، ترجع عن الدين قتلناك، تشرب الخمر جلدناك، خلاص انتهينا. والله اسمع، هذه القصة معروفة. رئيس من رؤساء روسيا، اسألوا شباب، قال اعرضوا علي الديانات، عرضوا علي الديانات، أعجب بأي دين؟ والله لا يمكن أن يعرض الدين الإسلامي على أحد ويرده، عاقل غير متكبر معاند. فأعجب أي دين؟ إسلام. وقال هذا الدين نريد نقرر هذا الدين. جاء رجل شيطان قال لكن الدين الإسلامي يحرم الخمر والخنزير. قال لا، لا نريد. لو قال له إيش الإشكال؟ أسلم وإن شئت أشرب خمر كل خنزير، إيش الإشكال؟ ها؟ ودخل وبدأ يقول الشيخ بن عثيمين، ها يقول الشيخ بن عثيمين هذا، يقول إذا أسلم لا تحدث عن الختان ولا عن الحجاب ولا عن شيء ولا عن الزكاة، إذا أسلم شرح الله صدره للإسلام، ليكن أول ما تدعوه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك، تعليم بالتدرج. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني لم يكن في هذه الآية تفصيل خلق الإنسان، ليش؟ تدرج، هذه أول شيء. بعدين تأتي الأدلة كيف خلق الإنسان، علق، مضغة، هكذا. فلا بد تدرج مع هذا، أما تجي وتقول الدين الإسلامي فيه وفيه، هذا اللي يقول هذا الكلام هذا في إسلامي نظر، والله كيف يقول لي هذا عندك زكاة وعندك كذا؟ اليوم كان يسألني أحد الشباب، قال المال الآن يحول عليه الحول وكل سنة أزكي ينقص المال، قلت أنت مسلم؟ كيف؟ الزكاة تنقص المال؟ لا، الربا في الظاهر ترى أن المال يزيد وهو محق للبركة، صح؟ والزكاة تنمي المال. وانظر، قلت له عندنا عمل اليوم، انظر للتجار الذين يبذلون ويتصدقوا، والله ماله يزيد، وانت تنظر إليه تقول يا أخي لو عندي مثل فلان أنا لا أصنع مثل هذا، مبذر ويصرف كثير يا أخي، لماذا يعطي 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 يعطي؟ صح. والثاني من التجار لا يعطي شيء، في لحظة إيش؟ قالوا أفلس. صح، أين ذهبت الأموال؟ عاقبة الربا، نسأل العافية والسلامة إلى قلب. خلاص انتهينا.